فسألوه عن الحمر، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفذة الجامعة المانعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كعب الأحبار: هذه الآية تفي كل ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنتحدث عنها أدبيا علميا تفصيليا. مثقال على وزن ميزان، وهو بلفظه ومعناه شيء يكال به، والذرة أصغر ما تعرفه العرب، فخاطبهم الله عز وجل بها. وقد ظهر في العصر الحديث أن الذرة قسمت، فقال بعضهم محتجا على القرآن: إن القرآن ضرب المثل بالذرة على أنها أصغر الأشياء، والآن توصل العلم الحديث إلى تفتيت الذرة. وقد جاء في القرآن ما يؤذن بأن الذرة على اصطلاحهم هم سيكون ما هو أصغر منها. قال الله عز وجل: وما يعزب من ربك وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومعنى الآية: ولا أصغر من الذرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسبحان من هذا كلامه. فالمثقال يوزن بها، والذرة أصغر شيء تعرفه العرب، وهي لا ترجح، مثل حبة الخردل. وقد جاء الإخبار عن المثقال وعن الذرة أن العبد يحصى عليه عمله كله. ربنا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فذكر الله عز وجل هنا الخردلة، لكنه ذكر المثقال، وذكر في سورة الزلزلة الذرة، لكنه كذلك ذكر المثقال. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يروى أن سائلا جاء يسأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه سعد تمرتين، فكأن السائل استقلهما أي رآهما قليلا وقبض يده، بمعنى أنه لم يأخذ التمرتين. فقال له سعد: أيقبل الله عز وجل منا مثقال الذرة ولا تقبل منا التمرتين؟ وهذا إدراك عظيم من هذا الصحابي الجليل لمعاني القرآن.